احتفال روسي سلافي تعود جذوره إلى عصر الوثنية السلافية، فالكنيسة الأرثوذكسية باتت تعده أحد أبرز أعيادها، كونه يسبق الصوم الأرثوذكسي الكبير، إنه عيد المسلينيتسا. طقوس وعادات تميز احتفالات الروس بهذا العيد، ففيه يودعون فصل الشتاء، تضرم النار بدمى القش وسط الساحات، إذاناً بطرد البرد واستقبال الربيع، وترافق هذه الطقوس هزيج ورقصات شعبية. عيد المسلينيتسا بالنسبة لنا هي أيام مباركة، كذلك نحتفل فيه بطرد برد الشتاء ونستعد لاستقبال فصل الربيع. لهذا فهذا العيد هو مهم جدا بالنسبة للمجتمع الروسي. المسلينيتسا لفظ مشتق من كلمة ماسلا، والتي تعني الزبدة أو الزيت في اللغة الروسية. الزبدة التي تعد إحدى مكونات الفطائر الأشهر في هذا الاحتفال، والتي تعرف بالمرافع أو البليني. شكلها المستدير ولونها الأصفر الذهبي يحاكي شكل قرص الشمس، ولهذا فهي تتخذ كرمز لعيد المسلينيتسا الذي يسبق فصل الربيع. نقوم بتحضير الفطائر فلا يمكن الاستغناء عنها في هذا العيد. نعدها بأذواق مختلفة كالعسل أو الجبن وغيرها، المهم أنها تزين موائد كل البيوت الروسية خلال الاحتفالات، فهي رمز لهذا العيد. إنه عيد للمرح والبهجة، نعد فيها الفطائر ونوزعها أثناء زيارة الأقارب، ونحتفل به بحضور الحفلات الشعبية، وبالطبع من بين أهم الطقوس هو حرق دمية القش. يمثل عيد المسلينيتسا كذلك فرصة للمسيحيين الأرثوذكس للمشاركة في أنشطتهم الاجتماعية قبيل الصيام الكبير، ولهذا يستغلون هذا العيد للاحتفالات بالرقص والغناء. يوسف بيغار، الغد، موسكو.